ماذا بيا تو نركزوا على الحاجات اللي فيها الخضرة وخاصة يعني البيو الحاجات الطبيعية. باهي. فايم كسكسي نتاع الشعير يبدا بالخضرة ما فيها باس كان حاطين له شوية اللحم نتاع الدجاج حتى كويس نفوحوا به. مسالش مسالش حتى كان فماش مسالش. مسالش هي أكيد. القناعة باهية. باهية القناعة. هو قال لك كل محذر والبس مستر. بالضبط. احنا اليوم باش نعملوا الكسكسي نتاع الشعير بالخضرة. خذينا الكسكسي نتاعنا تو فما اللي عندهم في العولة قبل فهمني تو الاغلبيه ولاو ياخذوه من برا حاضر تاخذ الكسكسي نتاع الشعير بثه بشويه هكا زيت وشويه ماء دافي والوحنه وبعد تحط المرميطه نتاعك تسخن الكسكاس مقفول بطبيعه الحال تخليه يسخن وتفور الكسكسي نتاعك باش تاخذ طنجره عندنا السفناري عندنا الحمص المنفخ عندنا الخراب والشوكة عندنا زاد البصل الربعي تو زاد موجود قرين فلفل قليناه بعد ما عبيناه بشويه هكا تابلو كرويه مع الملح بطبيعه الحال وبعد ما قليناه نحيناه هكا خليناهم على الشيره وخذينا الطماطم الفريشكه وشويه طماط كونسونتري قليناهم في الزيت ومعاهم شويه بابريكا فلفل زينه وشويه فحات حسب ما تحتاجه الطبخه نتاعنا عندي قلت لك الحمص المنفخ وعندي القرع بوشوكة وعندي القرع العربي والبصل الربعي ومعاهم زاد البطاطا كل لك الخليط نتاع الخضره خليناه يطيب في الصوص وفوقه الكسكسي يتفور نمشي نعمل تو بلا نتاع السلاطه نتاعنا خذينا كعبتين باذنجان باذنجان مفيده برشا خاصة يعني الصغيرات مهمة برشا الباذنجان في الشتاء عندها عديد الفوائد خذيت كعبتين باذنجان بعد ما قصيتهم كيب مربعات تكة صغيرة حطيت معهم شويه بصل وشويه كليل وكركم وصوتيتهم في شويه زيت معهم شويه ثوم دوب بلاش وبعد خذيت شويه روكيت اللي هي الجرجير ومعهم كعبات طماطم قصيتهم هكا اون كيب زاد كيف كيف ومعهم هكا قرين فلفل اخضر موزز نقول احنا خلطناهم كل مع بعض ومعصرت عليهم شويه قرص شويه زيت زيتونه شويه فلفل الكحل وملح هذه السلطه الكسكسي نتاعنا طاب سقي وتو الكسكسي نتاعنا كما تشوف البلان تاعنا مدام سناء يعني هكا متنوش وموزوز وفيه ريحه تاع 66 كيف علاش خاطر طيب بالخضره راهي الخضره عندها بنه سبيسياله خاصه حاجات نقولوا احنا الماكله الزمنيه كيما الكسكسي بالشعير اليوم اللي هو فما اللي يقول لك كسكسي الطري فما اللي يقولوا كسكسي الشعيره كسكسي الشعير تاعنا حاضر بالخضره ومع سلطه الباذنجان والديسير شنو رايك هكا في كويس هكا الجو تاع الرمان سورتو اللي هو توندونس عادة ولا جو نتاع الرومان توا دونك حاجة مزيانة حاجة مزيانة وبنينة وفيها برشا فوائد